تامر حسني يشكر جمهوره في مصر والوطن العربي بعد نجاح فيلمه مش أنا وتحقيق رقم قياسي لأول يوم عرض الفيلم. وكتب تامر حسني على حسابه الشخصي على الانستجرام: الحمد لله وشكرا لكل الجماهير الحبيبة في مصر والوطن العربي وجميع أنحاء العالم اللي النهاردة خلوني أحقق رقم قياسي في حياتي لأول يوم عرض الفيلم بمجموع إيراداته داخل مصر وخارجها. الحقيقة كنت بحلم أني أحقق رقم كبير علشان نسبة أشغال السينمات 50% بس، وده كان تحدي كبير أني أخد الخطوة دي للوقوف بجانب الصناعة والفيلم ينزل في الوقت ده، بس ربنا كريم وبيكرم وعلى قد المجهود، بس ما جاش في دماغ الرقم ده خالص الحقيقة، لأنه أعلى من أي رقم حققته في حياتي في زمن 100% أشغال. واللي مفرحني أكتر من الرقم هو احترامكم للعمل وأراءكم الفوق إيجابية اللي بحمد ربنا عليها على الفيلم بشكل عام وعلى دوري وأدوار كل أبطال وصناع العمل. شكرا أستاذ محمد نقرو، دايما رب وشينا خير على بعض الحمد لله. شكرا لكم متابعين القناة، أتمنى أن الفيديو يكون عجبكم وأتمنى أنك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.